اللي أنا بدي إياه هو أنه موقف حزب الله اليوم حاليا كتحليل، أنا ما بدي بفهم أنه ما بتحكي بالنيابة عن حزب الله، ولكن اليوم حزب الله ما قادر يسكر جبهة لأنها هي مربوطة بالكامل بموضوع غزة، وهذا كلام نحن بنعرف حزب الله ما بينزل، يعني ما بيقدر يوطي هذا السقف، حط سقف ما بيقدر ينزل تحته، أنه إذا ما وقفت بغزة، إذا ما وقف إطلاق النار في غزة وصار في هدنة وما إلى ذلك ما بتوقف ولا حتوقف فعلا ولا حتوقف. بالتحاليل التي نقرأها حزب الله غير قادر على إقفال جبهة الجنوب، غير قادر على اتخاذ أي قرار عمليا خارج إطار الدائرة التي رسمها هو بنفسه. هل أصبحت الحرب مخرجا لحزب الله؟ بالمنطق العام يعني بطريق بالتصعيد الموجود اليوم ممكن تكون الحرب هي، يعني حتى بدي أرجع أركز على اللي بيقوله الإسرائيلي بشكل مباشر. بيقول الإسرائيلي أنه هذه الحرب مسألة وقت، حتى لو مع ليش قلت هجومية استباقية استراتيجية، حتى بالمفهوم التحضير إذا صح القول لا موضوع هذه المواجهة والتحذيرات اللي عم بتقوم فيها المقاومة الميدانية، إيه فعلا المقاومة عم بتحضر حالة لا إمكانية أن يقدم هذا العدو على خطوة مجنونة، وممكن يقدم العدو على خطوة مجنونة. لن تكون المقاومة مبادرة، بالتأكيد لن تكون المقاومة مبادرة، لأنه في قرار استراتيجي بيكون بالذهاب بمعركة من هذا النوع. لكن حتى الآن المفهوم اللي له علاقة ب احتواء الضربات والرد عليها ضمن معيار جغرافي أولا وعسكري ثانيا، يمكن أيضا هذا الأمر له إيجابية لها علاقة بالكم الكبير من بنك الأهداف الموجودة، وتحديدا في منطقة أعود وأكرر في منطقة الممتدة بين نهاريا وصولا إلى عسكلان، وحتى أبعد من عسكلان إلى منطقة حاجز آرز، يعني هاي المنطقة الجغرافية الممتدة العميقة التي يعني تحت السيطرة بالضبط. الاتجاه بهذا الأمر، التعامل مع هذه المنطقة على حساب هذه المنطقة، أعتقد ضمن التكتيك العسكري، لأن حتى الآن المعركة لم تقع وفق المفهوم الشامل أو التقليدي لها. الإسرائيلي يتحدث عن ضربات مكثفة محددة واسعة، ولا يتحدث حتى الآن عن ضربات أو أيام قتال أو ذهب إلى أيام قتال بمعركة شاملة. يعني حتى من يتابع حتى مجريات الأمر يلاحظ أن أيام القتال على ما يبدو طويلة، يعني ما في شيء هلأ على النار حامية ممكن أنه يقف، يعني حتى إذا بدنا ننظر وهلأ رح نحكي فيها موضوع اجتماعات القاهرة والمفاوضات واللي تعثرت إلى أقصى حدود والبروباغندا اللي اضطر الإسرائيلي يعملها أيضا وطلعت نفيتها حماس بتروح بهذا الاتجاه، يعني تنبئنا بأنه الموضوع طويل إلا إذا صار شيء مفاجئ. لما منشوف الأمريكي اللي باعت سفن تعمل رصيف لرسو سفن المساعدات وبده شهرين ليخلص، بخبرك أنه الموضوع طويل أمد كمان، يعني منه مش بالسهل. هلأ إذا انطلقنا من أنه الأمريكاني قالوا للإسرائيلي ما تعمل حرب على لبنان بالاتصال الشهير اللي حصل ب 11/10 بجلسة الحكومة الإسرائيلية بين بعد أربعة أيام بين بايدن ونتنياهو، وضلينا علقانين على 45 دقيقة، يعني يمكن مرة واحدة حكيت 43 دقيقة بس كل المرات 45، يا هيدا بيسكر الخط يا هيدا بيسكر الخط. بالاتصال الشهير كان وضع على الطاولة جالانت وزير حرب العدو، وضع على الطاولة اللي هو أمريكاني، يعني هو معتبر وضيعة أمريكانية بحكومة نتنياهو ومدعوم كان بموقف رئيس الأركان هرتسي هليفة، حط على الطاولة الخطة الاستباقية أو الضربة الاستباقية التي تتعلق في لبنان، قالوا فاتحين معركة خلينا نفتحها معركة بكل الجهات وما ننطر مبادرة من حزب الله. هذا الاتصال الشهير إذا كان الأمريكي ونتنياهو وافق حسب تسريبات من رياض درعي يعني وزير الداخلية بحكومة نتنياهو وسرب التفاصيل هذه ونشرت الصحافة الإسرائيلية، طب إذا كان الأمريكاني نتنياهو بايدن هلأ على خلاف، كيف نتنياهو ممكن يستثمر، وخاصة أعلن بالأمس بالولايات المتحدة أنه المنافسة حصرت بين ترامب وبين بايدن، وبالتالي بالعلاقة صح ترامب زعلان من بايدن من نتنياهو لأنه قبل ما يظهر من الكونغرس من البيت الأبيض وجه له تهنئة واعتبره أنه قليل وفا وبلا أخلاق، يعني قال عنه بايدن لترامب لنتنياهو، لكن هناك في تسليف كبير من المواقف
أقام ترامب لصالح نتنياهو بجولات الانتخاب اللي حصلت ثلاثة جولان، اعتراف بجولان، نقل السفارة الأمريكية إلى القدس، وأيضا التعامل مع المستوطنات على أنها أرض إسرائيلية. هذه بالضفة الغربية وهي جوهر أساسا الخلاف. هل ممكن نحكي تحليل، هل يمكن أن نتنياهو يسلف يرد له السلف لترامب بتوريط بايدن بملفات أكبر بكثير من أنه قدرته لبايدن أنه يتحملها؟ ممكن، خاصة أنه المناخ الانتخابي يعني الإحصائيات اللي حصل ترامب ومواقفه تناسب نتنياهو أكثر من صحيفة معرف قبل يومين عملت استطلاع حول من يؤيد بايدن ومن يؤيد ترامب. تبين أنه الليكود، حزب الليكود 73% من الليكود يؤيد ترامب، 55% من المعارضين بيني غانتس والائتلاف وحلفاء واللبيد يؤيدون بايدن. 55 بس الرقم الأعلى هو 73 عند جمهور الليكود. معنى الجمهور اليميني اللي بيتقاطع بمفهوم الحرب واستمرارية الحرب على قطاع غزة وفتحها باتجاه لبنان، هذا الجمهور هو يطلب ترامب، ولأنه ترامب أيضا عمل تصريحات تؤيد الحرب التي على كل حال هن اثنيناتهم، كان ترامب وكان بايدن، يعني يلهثون وراء استرضاء اللوبي الصهيوني اللي هو لوبي مقرر في الانتخابات الأمريكية، وهذا بيمر عبر تل أبيب. واضح أنه عم يتحول نتنياهو لصوت بصندوق الاقتراع عند الأمريكان، وهذا سبب مثل إضافي بيخبرنا أنه أيام القتال طويلة فعلا. مش رح تخلص بسرعة. قبل ما أنقل إلى المفاوضات في القاهرة، ولأنه الموضوع مرتبط بلبنان تحديدا، بال24 أو 48 ساعة الماضية التقى وفد رفيع المستوى من حماس الأمين العام لحزب الله سماحة السيد حسن نصر الله بقيادة الدكتور خليل الحية، ومعروف من هو دكتور خليل الحية، يعني هو بالنهاية نائب السنوار، نائب يحيى السنوار، وكان يرافقه سيد أسامة حمدان، ما بعرف إذا في حدا بعد، يعني بس هو اللي كشفته الصورة يعني عمليا. ماذا حملت حماس إلى حزب الله؟ طيب هلا بدك تقلي أوكي عم يتشاوروا مشاورات، أنباء عن الميدان في غزة وين صارت الأمور وأكثر، ولكن هذا التوقيت دقيق جدا باللقاء، لقاء طبيعي ممكن يصير، بس بهذا التوقيت بالوقت اللي عم تتوسع فيه جبهة في لبنان، بالوقت اللي عم تتعرقل فيه المفاوضات في القاهرة.